هنبدأ تحت مبادرة أنا رأي بأخلاقي، تعريف ببعض الأخلاقيات الهامة. قبل ما نتكلم في المواضيع نستمع إلى آيات من الذكر الحكيم. اسم حضرتك إيه؟ مع الطالب عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا هنتكلم اول حاجة يا اولاد عن الصلاة. انا مش هتكلم لوحدي، انا هسأل اسئلة عاوز كده تخلي بالكم معايا. اولا انا اسمي محمد كامل العشري، امام وخطيب تبع الاوقات، وانا سعيد جدا قبل ما ابدأ كلامي موجود استاذنا كان استاذي لمدة 3 سنين وانا كنت زيكم كده في الاعدادي، فيعني استاذنا الشيخ جمال ربنا يبارك فيه ويحفظك يا رب ويحفظ يا رب جميع اساتذتنا واخواننا. اول حاجه يا اولاد هنتكلم فيها الصبر. طبعا احنا في موجودين في الدنيا وفي الحياه بيقابلنا كتير من العقبات والمشاكل. يعني مثلا كل واحد فيكم علشان يتفوق وينجح لازم يصبر. على ايه؟ يصبر على ترك اللعب. صحيح انت لازم تلعب كل حاجه، بس اللعب ده يبقى في وقت ايه؟ وقت معين. ما ينفعش اني طول اليوم العب وسايب كتبي وسايب مذاكرتي وسايب حاجاتي. تمام؟ فدي يتطلب ايه؟ الصبر، ويبقى عندي اراده قويه. واخد بالك؟ اتطلب ان انا اصحى بدري وابقى نشيط، حافظ على الصلوات في وقتها. فكل حاجه علشان اوصل فيها للنجاح متطلبه الايه؟ الصبر. وإن أحد الشعراء بيقول إيه؟ قول وراي. ألا بالصبر تبلغ ما تريد. ألا بالصبر تبلغ ما تريد. وبالتقوى يلين لك الحديد. يعني ايه بقى؟ يعني انا عشان اوصل لهدفي لازم ابقى اتحلى بالايه؟ الصبر. ده 3 انواع. الصبر كم نوع؟ 3 انواع. صبر على الحاجه اللي انا ربنا امرني بيها، ربنا امرني ان انا اصلي. الصلاه دي بتتطلب مجهود بدني، واللي انا لازم اقول مثلا الفجريه كده من ايه؟ من الفرشه، والجو برد خد بالك في الشتاء، ولازم اظبط وقتي، فمحتاج صبر. خد بالك؟ صبر اللي انا اذاكر، صبر اللي انا اجتهد، صبر اللي انا اتفوق، يبقى صبر على الحاجات اللي انا ايه عاوزها واللي ربنا امرني بيها. النوع الثاني من انواع الصبر، الصبر على معصيه الله. ربنا امرني بحاجات اللي انا ما اعملهاش، اللي انا اشوف حاجه لزميلي ما اديش ايدي عليها، اللي انا اكون صادق ما اكذبش، اللي انا اكون امين، اللي انا ما اكونش غشاش، ما اكونش مرتشي. الحاجات دي متطلبه ايه يا اولاد؟ صبر. لان يعني مثلا قدام الفلوس اهي، انا مثلا صايم صح؟ انا وانا صايم ربنا امر ان انا ما اكلش ولا اشرب من الفجر لغايه الايه؟ المغرب. فانا مثلا دخلت بيني وبين نفسي كده فتلاقيت ايه تحت الثلاجه؟ ها؟ تلاقيت في اكله جميله كده، ايه اللي يمنعني ان انا ما امدش ايدي عليها؟ الصبر. مراقبه ربنا والصبر. يبقى الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله. الحاجة الثالثة الصبر على قدر الله. يعني قدر الله؟ أنا ممكن قاعد كده في البيت فوجئت الصبح، صحيت الصبح ربنا يا رب يبعد عنا الشر جميعا، فوجئت إن بابايا مثلا توفى في البلد، أو أخويا عمل حادثة، أو في فلوس اللي عندي اتسرقت. كل الحاجات دي بتتطلب الإيه؟ الصبر. يبقى نقول تاني البيت الأخير عشان نختم الصبر وندخل على حاجة تانية.
ألا بالصبر ألا بالصبر تبلغ ما تريد تبلغ ما تريد وبالتقوى وبالتقوى يلين لك الحديد يلين لك الحديد. أسألك بقى سؤال في الصبر ونختم بيه. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الصابرين في القرآن الكريم، مدح الصابرين في آيات وأوصانا بالصبر في آيات. مين بقى مين اللي يقدر يقول؟ ها قولي اسمك ايه؟ الصابرين. اسمك ايه الاول؟ قولي يا محمد. ها وبشر الصابرين. وايه كمان؟ انا قول ايه كمان؟ قول اسمك الاول. قولي قول اسمك. قولي يا محمد. وتواصوا بالصبر. جدع برافو عليك. ايه كمان يا اولاد؟ بس كده؟ في آيات كتير. قول ألا بالصبر تطمئن القلوب؟ لا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ها واستعينوا بالصبر والصلاة. أقول لكم آية ونختم بيها. يقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.